استاذ عامر العمايره، مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. احنا كده هندفع كل العقد؟ بص، يوم 25 فبراير انا كتبت دي، تدفع امتى كامل العقد بقى؟ لو اللي فسر التفسير الهايل ده انت كتبتها لما اتحاد الكره طلع فكره ان مفيش شرط جزائي. انا كتبتها يوم 25 فبراير. يعني هما من 25 فبراير بدات تطلع فكره ان مفيش شرط جزائي، عشنا الوقت لما هما قالوا حكايه الفاصله. انا اليوم اللي قال في الفاصله رحت كاتب ايه كده. ايه الفاصله دي؟ فهمنا. فاصله يعني فاصله، هو قال لك في فاصله اللي هو في الجمال في العقد، ودي تفصل هو ملهوش قيمه باقي عقده والكلام، ولا ليه شرط جزائي. استاذ جمال علام بيقول باللي اتقال له، استاذ جمال علام مش عرفه بالفاصله. المشكله يعني هتبقى قالوا له كده في الاتحاد. طيب المشكله تبقى ايه؟ لغايه دلوقتي انت طالما في شرط جزائي تقدر تدفع، هتبقى المشكله حاجه تانية. لو حد تقرب من الاتحاد المحترم بتاعنا، لو حد ايه؟ حد تقرب وادى لفيتوريا او محاميه في الفتره بتاعت فبراير دي حاجه بتقول اللي انت ما عقدنا ما فيهوش شرط جزائي. يا باشا هو فيتوريا ما ينفعش ياخد تصريحات رئيس الاتحاد. لا لا، حاجه الاول رسميه، فالراجل طالما بيتكلم بالثقه دي ممكن يكون حد. ما انا هسالك سؤال بس عشان نسرد مع بعض، وانت يعني ادرى مني باللوائح. الوقت فيتوريا اتفق مع اتحاد الكوره بعد ما الراجل خسرنا من كاس الامم، لو تفتكر قعدنا اسبوع نقول هيمشي هيقعد هيمشي، في الاخر الراجل خدوا قرار وعينوا الكابتن حسام حسن، قام الراجل رايح الاتحاد داخل اوضته عادي كانه ما مشيش لو تفتكر. وبقى فجاه اتحاد الكوره جابه وقعد معاه واتفق معاه الثلاث شهور بالتقسيط على ثلاث اقساط. حلو كده؟ تمام. الراجل مفترض ده الاتفاق. انا لا ادري ان كان مكتوبا ام شفهيا، ما اعرفش. لا بص، الاتفاقات دي بتبقى مكتوبه. انا كنت لسه هقول لك، اكيد المحامي بتاعه كتب. فبعديها بكام يوم، ب 15 20 يوم، بدا يطلع في الميديا تصريحات على لسان الاتحاد السيد رئيس المجلس الاداره والناس اللي معاه ان فيتوريا ملوش حق في الشرط الجزائي. سؤالي بقى، هو خد ورقه او خد اتفاق، او هو عمل اتفاق انه ياخد الشرط الجزائي، ثم الاتحاد صرح في قال ما فيش شرط جزائي ومش من حقه، وهو حساباته ما دخلهاش اي فلوس وفق الاتفاق، الموقف ايه بقى؟ طيب بالتاكيد الراجل بعد ما مشي بعت لهم ايميل بسال على فلوسي. طبعا. او فين يعني الميعاد جه مثلا ما دخلش الفلوس مثلا رسمي. تمام. لو حد اجابه اللي ما فيش شرط جزائي في عقدك هيعمل لهم مشكله. اللي هو هيروح يطالب. طب افرض ما حدش قال كده، قالوا له بندرس بنشوف بنجرب. طيب يبقى انت المفروض بقى كاتحاد كوره بسرعه تدع الفلوس في حسابه، ولما يقيم عليك دعوه وتجي لك تقدم العقد، ها؟ وتقول احنا كذا، وتدفع فوائد الفتره دي. يعني مثلا الفلوس كانت مستحقه الثلاث شهور في واحد اثنين مثلا، فانت دفعتها في واحد اثنين هتدفع ثلاث شهور. هتدفع 5% اللي هي المتعارف عليها من التاريخ ده، وتحطه له في حساب البنك. طب هو ما ينفعش يستند، ما ينفعش يستند ان هو حصل تصريحات رسميه في الميديا من مسؤول الاتحاد انه ملوش شرط جزائي وبالتالي تضرر فطلب العقد كامل؟ لا ما بص، العقد شريعه المتعاقدين، لو هو خد منهم ورقه بالكلام ده ساعتها هيقول ان احنا الاتفاق اتغير ودي مكمله للعقد حسب بقى الصيغه اللي بتقول. بس هم عشان يلحق الموضوع حط الفلوس بفوائدها من يوم استحقاقها 5% تحسبه البنكي، لما يطعم معاك انت عقد بيقول عليه شرط جزائي، فتقدم العقد اللي كان فيه شرط جزائي، وتبقى ساعتها المحامي بقى بتاعك وبتاعه والدنيا. امال المحامي قلبه جامد ليه ما بيردش عليهم ومش عايز يرد؟ شكله خد منهم حاجه يعني رد رسمي. بتهزر؟ ولا شكله كده. طلع بص، اصل انا كنت موافق، ايه اللي هيخليني ابطل؟ ممكن يكون يترد عليك ميل محترم ميل رسمي من الاتحاد مثلا اللي عقدنا ما فيهوش شرط جزائي. ما تشوفوا يا جماعه الوكيل بتاع التونسي ده ولا حد كده اسمه ايه ده، سليمان ولا اسمه ايه؟ وممكن يكون بعت بقى الفاشل ده، الفاشل اللي قدامي على الشاشه ده. على فكره عمل كده مع النصر وخد حوالي 7 مليون 7 8 مليون ريال. انا فاكر طبعا. لا ده دولار. لا بتهزر؟ ريال. لا كان واخد من النصر 7 8 مليون ريال ولا دولار؟ لا لا خل دولار او يورو، عمله صعبه. فهو متعود على كده. وحصل عليهم لما جه عندنا يعني اتحكم له. ما انا فاكر طبعا، كان وشنا حلو عليه. فاكر القصه دي. هل المحامي بتاعه انت بتقول لو قلبه جامد معناه انه خد ورقه؟ بنسبه كبيره ممكن يكون رد عليه الرد ده الاولاني اللي الراجل رافض يتكلم حاليا، وبيقول لك انا هشتكي وهاخد كامل العقد. فهو ممكن يكون خد حاجه ما يفيد منهم مستند رسمي
اللي عقدنا ما فيهوش شرط جزائي. او بعت لهم صياغه معينه غيرنا اتفاق بناء على الاتفاق كذا، ممكن يكون حصل اي حاجه، بس انت الصح لو ما عملتش حاجه من دي دخل الفلوس حسابه البنكي. ولو خد ورقه، طب هنفترض بتقول خد ورقه ان انت مالكش حاجه، او بندرس الموضوع لانه في احتمال يبقى مالكش حاجه، دي تفيده هو؟ لا بص، لا دي ما تفيدوش. هو لو قال له مفيش شرط جزائي وراح احتج بالجزئيه دي يقدر، وفي قواضي كتير اتعملت ياخد ايه بقى لو كان ده حصل؟ ياخد ايه؟ ما انت بص ياخد الاربع سنين؟ بيحكم لك بيبقى لو تم بباقي قيمه العقد. فسخ من مين؟ الطرف اللي فسخها. طب انت عشان جبت مدير فني اخر تمام، ودي مثبته تمام، الراجل ما قدمش سالته تمام. فالاول هم هيبحثوا مين اللي فسخ، الطرف المصري مثلا احنا، فهيبتدي بقى يشوف العواقب العقد. لو راحت له الترجمه، اصل العقد ما بيروحش كله، بتقول ايه؟ هيبعت، هيتقال اللي بناء على كذا ما فيش في العقد شرط جزائي. فطالما اول نقطه بنناقشها، هل العقد فيه شرط جزائي؟ لو فيه بيروحوا يشوفوه، لو ما فيش ما في الفاصله بقى فهنا دخلوا نفسهم في الدار. فالصح من وجهه نظري شوف الفوائد، انت المبلغ 3 اشهر كام؟ حلو، وده الفاصله وبالفوائد بتاعتهم وضحهم حسابه تمام. فلما يرفع عليك الدعوه هيجي لك الرد خلال 6 ايام. بس حلو موضوع الفاصله ده، لطيف ده، هم حاجه غريبه دي يعني. اغلى فاصله في التاريخ يعني، هو لو خد الاربع سنين ده تبقى كارثه، او باقي الاربع سنين يعني فات سنه ونص، ياخد سنتين ونص في 200,000 يورو تقريبا. دي عارف ده فكرني بايه؟ في نادي كان عنده لاعب محترف والنادي عارف اللي هو راح بيتعالج في دوله خارجيه، قعد يبعت له مراسلات على السكن بتاعه في المهندسين، وبعد كده قدم الشكاوى دي واللاعب اثبت اللي هو ما كانش موجود وخد بقى عقده. النادي فين ده؟ في مصر؟ خالد بوطيب، نادي الزمالك. لا تاني كده مش فاهم دي. كان بيتم ارسال المراسلات للاعب اللي انت متاخر وما بتجيش على السكن في مصر مش على الميل، فاللاعب اثبت اللي النادي كان يعني بعت له جواب مسجل مثلا على البيت. كانوا بيبعتوه وهو اللاعب بره بيتعالج وهم عارفين، فاللاعب اثبت الكلام ده، فقال كده كان في سوء نيه، فاتحكم له بقى عقده من الفيفا، وبعد كده الحكم اتاكد في المحكمه. بس انا ما اعرفش دي جديده دي في موضوع خالد بوطيب دي. لا ده في حاجات كتير في قضيه خالد بوطيب. انت جبتها منين دي بتاعت سكنه؟ في القضيه، ابعت لك القضيه كامله التفاصيل، اللاعب قال ايه والنادي قال ايه. وانت جبتها منين القضيه؟ بتبقى منشوره دي ولا ايه؟ الاتحاد الدولي بينشر كل القضايا. طب انا خد بالك حسبتها اهو، 6 مليون يورو. اليورو بكام يا كابتن دلوقتي؟ بما ان انت بتقبض باليورو. لا انا بقبض بالريال. 6 مليون يورو، اليورو بكام يا شباب؟ قول مثلا حاجة و50. 52 مثلا، ما اعرفش، مش كتير والله. 310 مليون جنيه بفوائدهم بقى. بص بقى، انت هتحسب بقى فايده 5%، انت مش هتدي الراجل. فانت داخل في 350 400. القضيه هتقعد لها 6 اشهر او 4 اشهر في محكمه في الفيفا، وبعد كده قول 6 اشهر في يعني. ومجننين كابتن ايهاب جلال على معرفش 5 جنيه، وكابتن ضياء السيد ليه معرفش كام. يعني هو كابتن ايهاب جلال ليه حق في الشكوى اللي قدمها دي؟ قال لك انت ما ادتنيش فلوسي يبقى انا عايز السنتين. لو ما عدش عليها سنتين يقدر يشتكي، بس الكابتن ايهاب جلال مصري والاتحاد مصري، فالشكوى بتاعته هيقدمها لاتحاد الكوره. ما هو قدمها لاتحاد الكوره الاول. ما انا فاهم، انا بقول لك دي مش، فالاتحاد الكوره ولا يحكم، بس لازم ما يكونش عدى على قرار اقالته تمام. ما عداش سنتين. سنتين زائد لو في شرط جزائي هياخده، لو ما فيش شرط جزائي في عقده هياخد بقى عقده لو هو ما عداش سنتين. وقدم، بس اهم حاجه افرض هو قدم بيطلب الشرط الجزائي وبقاله كتير ما خدش حاجه. لو اتحكم له، هو لو هم اقلوه وتم اثبات ده، وطبعا ده مثبت، ده اقلوه في الطياره وما عداش سنتين على وكابتن ايهاب مشي اعتقد في يوليو 22، احنا لسه في مايو 24، لسه شهرين ثلاثه تمام. لا انت بتحسب من لحظه ان فيتوريا جه في يوليو، انا فاكر جه يوليو 22. فايه لو ما عداش سنتين هيطالب بيهم، ومفروض يتحسبوا له شرط الجزائي ياخده بالفوائد، زائد بقى مفروض الشرط الجزائي بتاعه قد ايه؟ ده بالمصري طبعا. فمش رقم. فهيتحكم له لجنه شؤون اللاعبين ويشوفوا بقى، بس ايه؟ كابتن ايهاب يقدر لو ما عداش سنتين هيقدر ياخده. هو سنتين. اه
لو ما عدت سنتين يقدر برضو يرفع دعوة، بس هتبقى دعوة غريبة جدا اللي انت بترفع على الاتحاد المحلي، حاجة غريبة الاتحاد المصري يعني. طبعا طبعا للأسف يعني، دي كارثة والله العظيم، دي كارثة. بندي الأجنبي ونيجي على المصري، كارثة. الأجنبي ايه، نديله بفوايد وبفلوس كتير يعني للأسف يعني.